حلقة النهاردة هتكون مختلفة شوية لأننا هنتقابل فيها مع المستشار والروائي أشرف العشماوي، وهنتكلم فيها عن أحدث رواياته صالة أورفانيلي. في الحقيقة كان المفترض أن الحوار يدور عن صالة أورفانيلي الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية فقط، لكن اللي حصل أن الحوار أخذنا واتكلمنا عن التاريخ والسياسة والأدب، وبالتالي الحوار امتد لفترة طويلة. علشان كده احنا هنقسم الحوار على حلقتين هنذيع لحضراتكم الجزء الأول منه النهاردة. أنا الفكرة هي اللي بتوديني للفترة. الفكرة كانت عن علاقة المزاد بالحياة ومدى التشابه أو الاختلاف بين الاتنين. لما جيت أفكر في المزاد وجيت أعمل بحث قبل ما أبتدي أي رواية، البحث العادي، لقيت أن الفترة المزدهرة بتاعت المزادات بدأت من 1900 لغاية 1956، فكان طبيعي أن أنا هرجع للنص الأولاني من القرن العشرين. ده سبب ان انا اخترت الفترة دي، اخترت فترة بقى نضوج الابطال هم في منتصف العشرينيات، فكان ده في عصر الملك فؤاد، وانتهيت يعني نهاية الرواية وموت الابطال كانت في سنة 72 بداية عصر السادات. لكن هي مش مقصود بيها تأريخ لمصر، يعني هي عملية رمزية ان ابطال الرواية طول الوقت هم بيحلموا بصالة أورفانيلي. هي صالة أورفانيلي مش موجودة في الرواية، يعني هي يمكن تبقى مفاجأة للقارئ، مفيش صالة اسمها أورفانيلي. هي صالة المزاد اللي موجودة في الرواية هم كلهم عاوزين يعملوا الصالة دي، وعايزين يوصلوا للحلم ده، وعايزين ياخدوا حاجة مش بتاعتهم، بينما الكنز أو القيمة الحقيقية كانت موجودة قدامهم وموجودة في السرداب ده. لكن طول الرحلة هم بيبصوا لأبعد، مع أن الواحد لو بص حواليه هيلاقي الحاجة اللي تنفعه. يعني هي دي كانت المغزى يعني اللي موجود من الرواية. لكن الهدف من السرداب ده في الآخر هو جزء من التشويق اللي مطلوب للقارئ، وفي نفس الوقت بيخدم السياق السردي أو الحبكة اللي بتخص البطل الثالث اللي هو ابن أورفانيلي الشريك في الصالة. هو السياق بتاع السرداب اللي موجود في سرقات مشروعة هو ليه علاقة ب52، ليه علاقة بالثورة، لأن المتحف الحضارة لما يعني المكان اللي موجود فيه المتحف الفنون اللي موجود في دار الأوبرا في ذلك الوقت، هم كانوا عملوا لوحات، رسموا لوحات كتيرة جدا للملك فاروق، ورسموا لوحات للخديوي إسماعيل وأثناء افتتاح قناة السويس، فتحوا وعملوا لوحات أخرى للملك فؤاد. لما قامت الثورة شافوا إن النظام الجديد، النظام الثوري الجديد في 23 يوليو بيشيل كل صور الملك فاروق وبيشيل المقتنيات، والشكل البلد بيتغير. فالقائمين على المتحف خافوا على الفن، ملهاش علاقة بالسياسة، يعني هم مش مع فاروق ولا هم ضد عبد الناصر، هم الفكرة خوف على اللوحات لأنه عارفين قيمتها. فراحوا حاطين اللوحات دي كلها في سرداب وخبوها علشان يحافظوا عليها. الأجمل بقى أو الأطرف يعني أن بعدها بسنتين تم عزل اللواء محمد نجيب وتولى عبد الناصر رئاسة الجمهورية، فنفس الشخص اللي هو شال اللوحات بتاعة الملك فاروق شال لوحات محمد نجيب، لأن كان في لوحات رسمت في عام 53 وفي بداية 54 لمحمد نجيب، فاضطر يشيلها، خاف أنها أيضا تتعرض لأي شيء من التلف يعني أو الإهمال أو الأخر. الخبيئة دي كلها بقى 222 لوحة اكتشفت في عام 2010. الأرشيفات بتوضح ازاي المزاد ده مشي من اول الطيور مثلا اللي كانت موجودة في قصر عابدين اللي هي بياكل منها الملك، ودي باعوها بالوحدة، وازاي الملابس نفسها اتباعت، من ضمنها الملابس الداخلية بتاعته، أحذيته، الجوارب، اي شيء كان بيستعمله، وصولا للمقتنيات الغالية. القيمة المقتنيات الغالية بتاعته اللي هي طوابع البريد أو المجوهرات أو الساعات أو المقتنيات الخاصة، وخصوصا العلب البرونز، هو كان عنده مجموعات كبيرة قوي من العلب البرونز، فهو كانت قيمة المقتنيات حوالي تقدر وقتها بعشرة مليون جنيه. عشرة مليون جنيه مصري سنة 54 في 12 فبراير 54 ده رقم مهول، يقارب المليار حاليا بحسبة القوة الشرائية للجنيه. الحاجات دي كلها اتباعت ما كملتش حوالي 3/4 مليون، 720 ألف 730 ألف جنيه، والمزاد حصل في يومين. التفكير الحقيقة برضو ما بيبقاش في القارئ في البداية، لأن التقنية بتاعت الكتابة سواء هي أصوات أو ضمير متكلم يعني زي ما أنا عملت، أو تقنية الأصوات اللي صوت البطل هو اللي هيظهر، أو راوي العليم أو ضمير المخاطب، أيا كان التقنية اللي أنا هستعملها،
ما بيبقاش مقصود بيها قارئ، بيبقى مقصود بيها الموضوع نفسه يعالج ازاي. انا يعني انا لما بيجي لي الفكره وبعدين ببتدي اتخيلها وابتدي ارسم الشخصيات بتاعت الروايه، خلاص هستقر ان انا هبتدي اكتب، لازم اسال نفسي سؤال مهم جدا اظن ان كل روائي بيساله نفسه، هو انا هحكيها ازاي؟ يعني انا هحكي الحكايه دي ازاي؟ هحكيها منين؟ من اني مرحله عمريه؟ هتناول ايه بالتحديد؟ انا بحكيها ليه بعد كده؟ انا عايز اقول ايه بين السطور؟ لان في الحدوته اللي هي بتهم القارئ او يعني اللي بتشد القارئ او بتجذبه، ده العنصر اللي احنا بنقول عليه الجذاب او السطحي او الطبقه الاولى يعني اللي هي الحدوته، وفي ما وراء الحكايه اللي بين السطور اللي هي بتبقى اعماق بقى النص بعد كده. لقيت ان الحدوته بتاعت صاله اورفانيلي المناسب ليها ان انا احكيها من ثلاث زوايا، البدايه والحكايه والنهايه. فكل جزء اسمه كده، الجزء الاولاني اورفانيلي اللي هو اليهودي اللي من اصل ايطالي لكن هو معاه الجنسيه المصريه وعايش في مصر، هو شخص بسيط طموحه قليل وفي نفس الوقت شخصيته ضعيفه وطيب ومنقاد، دايما عايز حد يقوده، ده اللي بيحكي البدايه. وبعد كده الحكايه بقى اللي هو منصور التركي اللي هو الشخص المصري المسلم شريك اليهودي في صاله المزاد، والالعاب اللي بيعملها كواليس المزاد، الدهاء والخبث والذكاء بتاع منصور. وبعد كده بقول النهايه اللي هو الولد الصغير ابن اورفانيلي اللي تربى في الصالة وتعلم من منصور واسمه أورفانيلي منصور، فهو كأنه ابن منصور، وهي الصالة اسمها صالة أورفانيلي ومنصور، فهم سموه على اسم الصالة، لكن التلاتة كل واحد فيهم عايز يعمل الصالة باسم أورفانيلي بس. حلقتنا النهاردة انتهت، وهنتقابل إن شاء الله الحلقة الجاية مع الجزء الثاني من حوار المستشار والروائي أشرف العشماوي.